سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. ها نحن اليوم نأتي لكم بقصة جديدة ستمتع الكثيرين منكم، فالغالب أننا نأتي بقصص دينية وقصتنا دينية ولكنها تدخل في مضمار الحب. حب من يا ترى؟ سنرى الآن في نهاية القصة. يروى أن شابا عربيا اسمه عمر كان ملتزما دينيا ويغض البصر ولا ينظر إلى المحرمات أبدا، ولم يكن يعيش في بلاده، كان يعيش في بلاد أجنبية، وكان في كل يوم يصعد في المصعد إلى طابق معين في ناطحة سحاب لأن عمله كائن في ذلك. وكان كلما صعد في المصعد صعدت معه سيدات أجنبيات ورجال، وكان دائما ينظر باتجاه الباب أو يحاول أن لا يقع نظره على ما حرم الله رغبة منه أن يعوضه الله بذلك في الجنة. وكان في ذلك اليوم قد ذهب إلى البناء الضخم كالعادة ليصعد إلى المصعد، وكان هنالك فتاة شديدة الجمال تعمل في شركة تملكها في نفس الطابق الذي يصعد إليه عمر في كل يوم. وتشاء الأقدار أن يصعد عمر مع تلك الفتاة الجميلة في نفس المصعد مع عدد من الرجال. كان عمر الشاب جميل الوجه، طويل الجسم، ولحيته أيضا طويلة، وله عينان واسعتان بلون العسل، كان شابا جميلا. دخل المصعد فجاء وجهه بوجه تلك الفتاة التي تمتلك جمالا أخاذا، لم يهتم بها أبدا وأدار وجهه جانبا ولم ينظر إليها البتة ولم تحرك فيه أي نوع من المشاعر، على عكس الرجال الآخرين الذين كادوا يأكلونها بنظراتهم كذئاب جائعة لم تأكل منذ مدة طويلة. خرج كل من في المصعد إلا عمر وتلك الحسناء الجميلة، فما كان من عمر إلا أن أخذ زاوية المصعد وتمسك بعمود حديدي موضوع في المصعد وجعل وجهه جانبا بعيدا تماما عن تلك الحسناء التي التصقت بجدار المصعد المقابل له، إذ أنها خافت منه وظنت أنه قد يحاول اغتصابها، فشكله مريب بعض الشيء. لكن المفاجأة أنها كانت تنظر إليه في مرآة المصعد وهو لا ينظر إليها أبدا، بل لم ترمش عينه باتجاه تلك الفتاة أبدا. الفتاة الجميلة مستغربة جدا من تصرفه، حاولت أن تنظر إلى نفسها في المرآة، قالت ألست جميلة؟ لماذا لا ينظر إلي هذا الشاب؟ فما كان منها إلا أن شدت قوتها النفسية وسألته أنت يا هذا لماذا تلتفت إلى الناحية الأخرى؟ ألست جميلة؟ ألا أعجبك؟ لماذا لا تنظر إلي؟ فقال الشاب أنا لا أعرف إن كنت جميلة أم لا يا آنسة. فقالت وكيف لا تدري إذا كنت جميلة أم لا؟ لماذا لا تنظر إلي لتعرف فيما إذا كنت جميلة أم لا؟ هل الأمر بهذه الصعوبة؟ لماذا لا تقترب مني؟ ألا تريد أن تلمسني؟ أنا لا مانع لدي، هذا ما يفعله معظم الرجال. فقال باندهاش ورأسه مطرق نحو الأرض معاذ الله، معاذ الله أن أنظر إلى النساء، إني أخاف الله رب العالمين. قالت الفتاة أها أدينك هو الذي يمنعك من النظر إلي إذن؟ قال الشاب نعم ديني وخوفي من الله. أعجبت تلك الفتاة كثيرا بالشاب وأعجبت بدينه الذي يجعله لا ينظر إلى امرأة أخرى، وأرادت أن تكون مثله، وقد امتلكتها رغبة قوية بإقامة علاقة معه. كأي فتاة أجنبية تلك الأمور بالنسبة إليه طبيعية، وطلبت منه ذلك بشكل صريح، لكنه رفض رفضا باتا وقال لها أنه لا يقترب من أي امرأة بالحرام، وهو لا يفعل معها شيء يغضب الله حتى ولو كان ذلك برضاها التام أو بطلب منها، مما جعل قلبها
يزداد تعلقا به، وقالت له: كيف الطريق إليه؟ قال: أنه لن يقترب منها إلا بالحلال. قالت له: وما هو الحلال؟ قال: لا، أنا لا أقترب منك إلا إذا كنت زوجتي. فطارت الفتاة من الفرح، وكأنها لأول مرة تحس برغبة مفاجئة بأنها فعلا تريد أن تتزوج هذا الشخص وليس أي شخص آخر، تريد أن تتزوجه لعفته ولاحترامه الله بالسر والعلن. وقالت له: وكيف الطريق إليك لتتزوجني بالحلال؟ قال لها: عليك أن تسلمي وأن تعتنقي دين الإسلام ديني وأتزوجك. وبعدها بدأ يحدثها عن الإسلام وعن الله وعن الحلال وعن الحرام وعن إقامة حدود الله. وكثر الحديث بينهم فيما بعد ذلك عن الإسلام حصرا، حتى اقتنعت الفتاة وشرح الله لها قلبها للإيمان وأسلمت وتزوجت من عمر، وكان إسلامها صحيحا. ربما هو كان بسبب حبها لذلك الشاب أو رغبتها بالاقتراب منه، ولكن حب الله كان له المكان الأكبر في قلبها. كانت هذه الفتاة للصدفة ثرية جدا وصاحبة شركة من الشركات العالمية، أحبت عمر حبا شديدا، حتى أنها من شدة حبها به جعلته مديرا للشركة، وأرادت أن تكتب نصف مالها وثروتها باسمه، لكنه رفض قولا منه أن هذا مالها ولا علاقة له به، وإن كانت تعطيه بكامل رضاها، مما زاد في حبها له وتعلقها به. أرأيتم؟ كل العلاقات في الدنيا تبدأ بالنظر إلى ما حرم الله بين الرجال والنساء، إلا هذه العلاقة أعزائي المستمعين والمستمعات بدأت بغض البصر وحفظ حرمة الله، فكان الثواب من عند الكريم الرزاق بشيء يفوق الحد والتصور والخيال. أطلب منكم أعزائي المستمعين والمستمعات منذ الآن أن تغضوا أبصاركم لتعلموا أن ما خبأه الله لكم بغض الأبصار هو أجمل بكثير مما تنظرون إليه بالحرام، ومن ذاق لذة الحلال لن يعجبه أبدا أن ينظر إلى الحرام في يوم من الأيام، عكس الذي يشتهي الحرام لن يشبعه حلال الدنيا كله. أن لم تكن مشتركا في قناتي فإني أدعوك إلى الاشتراك، وإن كنت مشتركا فإني أطلب منك التعليق على المقطع، وأرجو أن يكون عند حسن ظنك. تنسوا إذا أعجبكم المقطع أن تضغطوا على زر الإعجاب، وكل أمل بأن يكون الجميع مثل عمر، لعل الله عسى وعلى أن يرزقه بأفضل مما رزق لعمر، وشكرا حسن الإصغاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.